التحفيلات والزملاء ديالي هذا المجلس هذه الدوره الاستثنائيه. اولا غادي نبدا بالسؤال القانوني. السؤال القانوني بحال اللي هضروا عليه الاخوان، انا غادي نقول سو كونترول ديال الاستاذه رحمه لان كانت حاضره معنا في اخر لقاء ديال اللجان في مؤسسه التعاون العاصمه. طالبنا يعني كانت تمارا حاضره وطالبنا باتفاقيه وداكشي اللي خرجنا بها اللي هي ولا سمحتوا لي سيدات الساده المحترمين غادي نبدا بواحد النقطه اللي جات في هذا التقرير هذا ديال الاتفاقيه التي تتعلق بتدبير المرفق العمومي للوقوف بالمراقب المبنيه. وبداو هكا وهنا كنحيل هذه النقطه هذه كنقول لان الاخ المحترم عبد الواحد النقاس قبيله اشار على ان المؤسسه خاصها تبادر، وكما جاء في الديباجه ديال هذه الاتفاقيه بمبادره من مؤسسه التعاون بين جامعه العاصمه وبتوافق مع مخطط الحكامه لتكبير خدمات التنقل الهادفه للاستراتيجيه الوطنيه للنقل الحضري التي تم اعدادها من طرف وزاره الداخليه بتاريخ 2008. يعني حنا راه ماشي مساله دابا غير يلاه عاد دابا ولا البارح، راه من سنه 2008 تم الاتفاق تطبيقا للماده 130 من القانون التنظيمي رقم 113/14 على تكليف شركه التنميه المحليه بتدبير المرفق العمومي الخاص بوقوف العربات في المراعب المبنيه كنشاط مكمل لانشطتها باعتبارها شركه للتنميه المحليه داخل النمو الترابي مؤسسه التعاون بين جماعه العاصمه. بند اخر اذا باش نزيدو نفهموها، راه بمبادره من مؤسسه التعاون بين جماعه العاصمه وبتوافق مع مخطط الحكامه لتدبير خدمات التنقل الهادفه للاستراتيجية الوطنية للتنقل الحضري التي تم إعدادها من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 2008 وأصدر بتاريخ 2008 تم الاتفاق تطبيقا للمادة 130 من القانون التنظيمي رقم 113/14 على تكليف شركة التنمية المحلية لتدبير المرفق العمومي الخاص بوقوف العربات في المرافق المبنية كنشاط مكمل لأنشطتها باعتبارها شركة للتنمية المحلية داخل النفوذ الترابي بمؤسسة بين الجماعات العاصمة. نقطة أخرى اللي جات في الدباجة، وبناء على قرار مجلس الإدارة ديال الشركة التنمية المحلية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالترخيص لها بإبرام اتفاقية المتعلقة بتدبير المرفق العمومي للوقوف بالمراقب المبنية مع مؤسسة التعاون بين جماعة العاصمة، وبناء على مداولة مجلس مؤسسة العاصمة بتاريخ 6 مايو 2022 اللي هو هذا 6 مايو 2022 أسندت مهمة تدبير المرفق العمومي المتعلق بالوقوف بالمراقب المبنية. هنا السؤال ديال الزملاء ديالي اللي كيقول لك كيفاش هذه القضية ديال المراقب المبنية، هادشي راه داز في 2022 المتعلق بالوقوف بالمراقب المبنية إلى شركة التنمية المحلية بعد تغيير نظامها. إذا أنا عطيت أهم النقط اللي جات في الديباجة ديال هاد الاتفاقية اللي كتعلق بتدبير المرفق العمومي للوقوف بالمراقب المبنية. الآن بغيت غنذكر وأنا قبيلة في المداخلة الأولى ديالي قلت بأن أسباب النزول بعد ديال هاد المراقب، أسباب النزول راه نكرروا ديال هاد المراقب
هي ان لو ترامواي اللي غادي يدوز لا بدا خصو ان باركينغ. وراه كنعاود نقولها اون اوتر فوا، هاد الباركينغ اللي كاين اللي غادي يدار ما عندناش لا في المدينه ديال تماره ولا في المدينه ديال القاهره ولا في المدينه كاع فيما غادي يدوز لي ترامواي، كيخصهم لابد لان ما كاينش الوعاء العقاري لابد من بناء مراكب تحت ارضيه. اذا راه الفكره هي هذه الاساسيه، هي انه كيخصو يتبنى هاد المراكب تحت ارضيه. منين غادي منين جات ورا 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 حولتها، لان راه كنتها قبيله راه كان سميتها الرباط لا ترامواي، ومحيت زاد ليها الاختصاص ديال 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 المراكب، راه ولات سميتها غابا ريجيون موبيليتي. علاش؟ ما غاديش يمكن هاد غابا ريجيون موبيليتي تقبض فقط غير هذوك المراكب اللي تحت ارضيه اللي كاينين مثل الهروره ومثل الرباط، اولا اللي عاد غادي يتبناو. وحتى المراكب، لان المساله هذه راه ما كنهضروش عليها، كتهضر على المراكب المبنيه بمعنى كاع المراكب، وكلنا غادي نكونوا بالتالي كنساهموا كمجموعه ديال الجماعات داخل هذه المؤسسه ديال التعاون العاصمه، باش هذا الشريط ديالنا غادي يكون اوموجين. اللي في الرباط غادي يكون في سلاق، اللي في سلاق غادي يكون في تماره، اللي في تماره غادي يكون في السقيرات، لان هذه كنزيد كنعاودها جميع المشاريع الكبرى. لا يمكن الا بغينا حنا دابا الان واتفقنا ما بيناتنا باش اننا غادي نديروا مرقب تحت ارضي، واش غادي واش الامكانيات الماديه ديال الجماعه ديالنا واش كتسمح بذلك السيد الرئيس؟ لا يمكن ان تسمح، لاننا حنا هذا المرقب عرفتي شحال كيساوي؟ راه كيساوي الاطنان ديال الاموال. فبالتالي انايا غادي نقول بان ما بغيتش نبقى كنهضر على المؤسسه ديال التعاون العاصمه بينا حنا، هادشي راه قلتو في اللجنه، بينا حنا وهم، راهم هما نحن ونحن هم هم، لانه حنا ممثلون ممثلون في مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة، راه حنا ممثلين تما بثلاثة ديال الأعضاء ديال هذا المجلس اللي درتو فيهم الثقة. الرئيس ديال الجماعة قوة القانون كيحضر، وعنده نائب الرئيس، وكاين عبد ربي كدير رئيس اللجنة دائمة، وكاينة أخت المناضلة الوقاري الرحماني كدير نائبة رئيس، ونحن كذلك ندافع على مدينة تمارة. وكونوا على يقين بأن كاع هادشي كاع هادشي اللي كنسمعوه دابا داخل هذا المجلس وداخل هذا التداول الديمقراطي، بأننا غادي نبلغوه بالحرف، وبلغناه في اللجنة اللي كنا مشينا فيها، وأخذنا اليقين التام بأن هذه النقطة اللي خصنا الآن نصوتوا عليها هي فقط تخص مدينة الهرهورة، تخص جماعة الهرهورة. إذا أنا غادي نعاود نقول السيد الرئيس قبيلة قال بأنه غادي يرفع الجلسة، ما غاديش نعطلو، يرفع الجلسة ربما شكرا تداول. أنا كنقولها وكنعاود نقولها، أنا راه غادي نصوت بالإيجاب على هذه النقطة لأنها جد مهمة وتنموية، وغادي تخدم لنا المستقبل، وغادي نزيدوا بها للقدام في اطار واحد. انا الان عندما اتحدث عن جماعه ترابي اللي سميتها مؤسسه التعاون بين الجماعات العاصمه، راه حنا كلنا فيها كلنا فيها، جماعه تماره راه هي عضوه فيها الممثلين ديالها. وشكرا لكم سيداتي وسادتي.